قولي لي انت يعني دلوقتي غنيتي لي اغنيه من انطباعات بتوع الفن الجميل والزمن الجميل ليلى مراد واديتيها بطريقه حلوه جدا، لكن لما بداتي مع الناس وخدتي خط اللون الغنى الخفيف كانت حاجه مختلفه، يمكن مثلا انا مش عارفه عشان انت حسيتي ان انت حابه اللون ده اكتر ولا امكانيات صوتك بتكون مناسبه في اللون ده اكتر؟ ميرسي يا هبه انك السؤال جميل وصايغاه بصوره رائعه وانا فاهمه مغزاه ورائع برضو بالنسبه لي. على فكرة أنا عايز أقولك إن أنا مش معدة في البرنامج. أنا عارفة يعني صديقي العظيم الأستاذ نبيل صاروفيم هو المعد، ومن جمال المذيعة إن هي تصيغ المادة الجافة على الورق الجميلة إلى شيء كويس. لا ما إحنا هنحب بعض هنطلع أصحاب بجد من الحلقة دي. ما تخافيش وما تخافيش على صداقة حد، أنا بعرف كل حاجة. بص يا ستي هقول لك، اولا انا لما بدات اغني انا كنت بنت عاديه جدا، مش من احلامي ولا من طموحاتي ان انا ابقى فنانه، ولكن الناس اللي اكتشفتني المنتجين في الوقت ده شافوا ان انا ممكن اعمل حاله غنائيه جديده شكلا وموضوعا، وكان السائد وقتها انه ما كانش في اغاني للمرحله العمريه دي اكتر من انه كان في فرق زي الابا وبوليفو وجون ترافولتا، الجيل ده كان كله حاجات غربي مظبوط، وكانوا الناس او الجيل اللي في سننا ده كان بيحب وقتها الاغاني دي. فالمنتج الذكي الاستاذ طارق الكاشف، وانا طبعا مدينه له بظهوري بس من قبل منه قدمني ليه الاستاذ جمال عبد العزيز وهو صديق للاسره ومؤلف كلمات وراجل جميل وتربطنا صداقه لغايه دلوقتي بالاسره، وبوجه له تحيه لاني بقالي مده كمان ما شفتوش. شافوا ان اللون الجديد انه يبقى الايقاعات او الموسيقى اللي بيحبوها الشباب بلغتهم، برغم ان انا بجيد اللغات الاخرى، ولكن شافوا ان هي تبقى بالمصريه الخفيفه فيستقطبوا الشباب. في الوقت نفسه انا كنت من هؤلاء الشباب اللي بتحبي الفرق الاجنبيه اللي بتغني اللون ده من الغنى. دي حاجه. الحاجة التانية انه كان اول مرة الاستاذ طارق الكاشف يفكر انه يعمل زي ما بيقولوا ايه، مش نيو لوك بقى، انه يستغل مثلا شكل هبة، يعني انت مثلا شعرك اسود وعندك البرونزاج الجميل وشكل كده لطيف، تحرموني فما يغير لكيش ده، بالعكس يخلي البنات اللي بيحبوا هبة يقلدوها، او اللي بيعيب ان انا اقول لك اللي بيحبوني يقلدوني شكلا وموضوعا. ده بالنسبة لاختيار الاغنيات، فما كانش ده اختياراتي، وبالرغم ان انا مبسوطه من هذه الاختيار طبعاً. يعني انا مش بقول ان انا مش مبسوطه، بالعكس ده حقق انتصار ونجاح وقتها، لان انا ما بحبش اكسر الدنيا، انا احب اعمر الدنيا ما احبش اكسر الدنيا. دي حاجه. الحاجه الثانيه وهي الاهم انه انت قلتي على الامكانيات الصوتيه، هي الامكانيات الصوتيه في حته ايه، بتلاقي مساحات صوت عريضه، صوت زي الرجالي كده، وبالتالي القائمين على الصوت ممكن يفهموا قصدي، وصوت رفيع وصوت فيروزي وصوت ليلى، حتى في مدارس تلاقي صوت فنانة العظيمة أم كلثوم والمساحات العريضة والقرارات، وتلاقي المساحات الفيروزية، وتلاقي الفنانة الرقيقة ليلى مراد، وتلاقي حاجات كتير أنواع مختلفة من الأصوات. بس وقتها في الوقت اللي أنا ظهرت فيه حتى الناس العظيمة دي كانوا صحيح زي ما اتفقنا أنهم مقصرين في نسجنا، ولكن ما كانش ده اللي بيتسمع، كان بيتسمع فرق عربية كمان كانت موجودة وقتها، دكتور عزت أبو عوف والفرقان، الموسيقار العظيم عمار الشريعي وفرقته الجميلة من الفنانة منى عبد الغني والفنانة حنان والفنان علاء عبد الخالق، فرقة المصريين الفنان العظيم هاني شنودة، فريق الجاتس، واحد افندي طويل ورفايا، ودول بدأ وبرضه يعملوا نفس واحد بتقول ايه الاغنيه مش فاكراها قوي، واحد افندي دران دران طويل ورفايا دران دران ركب شنبات دران دران حب غزال دران دران من 12 ده الفرق اللي كانت موجوده وقتها.